مش عارف 10% كده الناس بتطلب بيها مش حقه. فيديو عايز اشوف قاعد مش فاهم المدرسه والمحافظه الاسماعيليه الناس المتفوقين ولا المتفوقين هم اللي بيقدموا الاراء. يعني انت اشتغلت النص الخالص نسمع ان لو وقعت حاجه عرفنا نسمع صوت. موبايلات خالص يا جماعه. لك حمام بيك يا راين كان هذا التكريم لطلاب مرحلة الشهادة الثانوية العامة أو طلاب الشهادة الثانوية شهادة الثانوية الأزهرية، فلهم منا كل شكر وإعزاز وإجلال وتقدير على هذه الدعوة الكريمة. هؤلاء الطلاب الأزهر من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. هؤلاء الطلاب طلاب الدنيا وطلاب الآخرة، فنتمنى من الله العلي القدير في هذه الأيام المباركة أن يعودها علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، وكل عام وحضراتكم جميعا بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتشرف بكلمة قيادة تعليمية واعية لها نظرة متفائلة، فالأفضل قادم لا محالة. قيادة شابة تسعى إلى التميز في كل خطوة. وكلمة الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم الإسماعيلي وزير محافظة الإسماعيلية اللواء أسان حرب أحد القصاص فيشرفنا بكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية واحنا بنحتفل النهاردة بأبنائنا وبناتنا هستأذنكم نقف في أعداد على أرواح المدارس القوات المسلحة. نخش
والخامس مكرر احمد فوزي احمد محمد
403 هيئة كلية السويد، والذي يستعد لبطولة كأس العالم للشباب في الكاراتيه، وحافظ القرآن الكريم، ويحفظ الله كل أبنائنا. الخامس مقرر محمد ميرتي عبد السلام، 403 هيئة قناة السويد الثانوية الخاصة. وأوائل شعبة العلم والعلوم الطالبة شهد أحمد عبد الرحمن الأولى على الدفعة 407 الإسماعيلية الثانوية بلد الجديدة. الطالب حازم خليل إسماعيل الثاني 406 أمور الثانوية الخاصة. الثاني مقرر الطالبة سارة ممدوح عبد الحكيم مطر 409 المنارة الخط العربي. الثالث أميرة صالح عبد الرحمن تبع جامعة الوزيرة القنطرة الشرقي الثانوية الإسماعيلية الثانوية بنين. بنت اخويا خد بالك، ها انا عمها مع جنب ثلاثة المحافظ كده عايز تدخل يعني مع انما نبقى معايا الوزير. الخامس مقرر رشا عبد الحميد محمود 405 أم الأطفال الثانوية بنين. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن السادس 405 المنارة الخاصة الوهاب. السابع نورهان محمود مرسي 404 الإسماعيلية التدريبية الثانوية الوهاب. سابع مقرر معتز زاهر إبراهيم. تمام
تمام شريف على قدامك يا